الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب له بقوله: باب فضل صلاة الفجر. أبو موسى الأشعري تقدمت سيرته في أحاديث سابقة، وذكرنا أن اسمه عبد الله بن قيس، وأسلم قديما في مكة، ثم هاجر إلى اليمن وبقي فيها، ثم هاجر إلى الحبشة، كان يريد الهجرة إلى المدينة. هاجر في السفينة ثم التقى بجعفر في الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة مع جعفر رضي الله تعالى عنهما، فعدت له هجرتين: هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وطبعا يعني كان مشهور، كان عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه من فقهاء الصحابة، فكان يعني في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في أربعة يفتوا، يعني في مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام في أربعة من الصحابة كان يعني يفتون الناس: عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. فهؤلاء الأربعة كانوا يفتون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اشتهر أبو موسى الأشعري بصوته الندي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ورد أنه روى 163 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما هو في الصحيحين. هنا هذا الحديث حديث من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. لا يسموا يعني صلاة البردين صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه أبرد ما يكون من الليل الصبح، يعني بعد منتصف الليل أبرد ما يكون هي فترة الصبح، وأبرد ما يكون في النهار بعد الزوال هو وقت العصر، فلذلك سموا بالبردين. وطبعا هنا هذا الحديث وغيره من الأحاديث يبين فضل صلاة الصبح وصلاة العصر وغيرها من الصلوات، هنا أهمية الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث أخرى قال: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لا يلج النار، ما بفوت على النار إنسان واظب على هذه الصلوات، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. لا يلج النار، هنا يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى البردين دخل الجنة. كذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا كما في حديث سابق: سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فكل هذه الأحاديث تبين لنا فضل هذه الصلوات. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا كذلك في هذه الصلوات، يعني ذكر العصر والفجر لأهميتها، ولكن هذا يدخل تحت كل مسمى الصلاة: الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. تكون له نور في الدنيا وفي الآخرة، وبتكون له برهان، يعني له هذه يعني تبرهن على أنه مؤمن وتنجيه يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها، الناس كثير يعني بتتركها تؤخرها أو كذا، أو قد لا تصليها، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. ومن أكثر الأشياء الذي يعذب بها الإنسان يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن أهل النار خاصة المكان الذي أكثر ما يعذب فيه أهل النار سقر،
قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول صفة لكانوا يتركوها هي أنهم كانوا لا يحافظون على هذه الصلاة. فلذلك هذه بشارة من رسول الله عليه السلام لمن يصلي الفجر وخاصة في جماعة، لأن هذا فضلها عظيم. قول النبي عليه السلام: من صلى البردين دخل الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.